ان انا كذلك ما عودكم دائما بدور نقول لكم كلام الموزون قبل ما نصبح عليكم انتم مشاهدينا. والكلام تاع اليوم نقول لكم اذا اردت ان تعيش سعيدا فلا تناقش ولا تدقق ولا تحلل كل شيء، فتجاهل كثيرا. فالذين حللوا الالماس وجدوا ان اصله كان فحما. اذا صباح الخير مشاهدينا مره اخرى، نقول لكم شكرا كثير اللي اخترتوا برنامجنا برنامج صباح الوطنيه من اجل المتابعه والاستفاده، وهذا هو الاهم. كذلك ما تنساوش تبقوا في فقرتنا بالصحة، ولهنا حتشوفوا الوصفات تاع الطبخ وكذلك الجمالية، ما تروحوش بعيد، ابقوا هنا.